انتم مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تلاقينا في فيديو جديد. هذا الفيديو عباره عن مكعبات ثلج للنظاره، وخليتكم تتوقعوا شو المكون الاساسي وكثير قال لي الشمندر، وطلعت اجابتكم صحيحه. المكون الاساسي لهذا الوصفه هو الشمندر او الباربا كيف ما كنسميوها نحن في المغرب. هالوصفه ما راحش نستعمل، ما غاديش نستعمل غير الماء ديال الباربا، بالحق غنستعمل ماء الباربا وكذلك الباربا كيف ما كتشوفوا او الشمندر على هذا الشكل. راح نطحن المكونات مع بعض. اذا كنت لسه مش مشتركه في قناتي كيف العاده، روحي الان وانضمي عائلتنا، جايه وصفات كتير كتير رائعه. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. لا تنسوا تخلوا لي لايك وكذلك كومونتير، وتابعوني على الانستغرام اذا كنتوا لسه مش متابعيني على الانستغرام. راح اترك لكم رابط انستغرامي بصندوق الوصف. وبدي اشكر كل البنات اللي عم ترسل لي رسائل في الانستغرام وعم تدعمني وعم تشارك فيديوهاتي مع اصدقائها، وكذلك بدي اشكر البنات اللي عم يطبقوا وصفاتي. اذا طبقتوا وصفاتي ممكن ترسلوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام وراح اشاركها في ستوريز. ما نطولش عليكم، نروحوا الان مشان مكونات الوصفه بالتدقيق. قلت في اول فيديو المكون الاساسي هو الشمندر او الباربا. راح نحتاج، ممكن تاخذي الشمندر وتسلقيه عندك وتقومي بطهيو او تسلقيه كيف ما كنقولوا بالمغربيه في المنزل، ولا ممكن تاخذيه طري. انا مشيت باش ناخذه هنا في كندا بس وجدت فيه لي زيبيس، ما غاديش يجينا في الوصفه ديالنا، لقيتو ماريني فيه لي زيبيس، هذاك الشيء علاش ما خديتوش. وغادي نستعملو، انا جبتو وسلقتو عندي في الدار وهذا هو الماء ديالو، وزدتو القليل من ماء الورد، زدتو ملعقتين من ماء الورد. ضروري البنات ديروا معاه ماء الورد حيتاش اساسي. وكذلك راح اضيف معاه قطرتين من زيت الفيتامين او، او ممكن تضيفوا زيت اللوز او الكوكونات اويل. بالحق البنات زيت بالحق الفيتامين او بيعطي كذلك نضاره للبشره، ممكن كذلك تستعملوه على الشفايف، بيعطي نضاره كثير ويوحد منطقه الشفايف، الناس اللي بيعانوا من لون غير موحد حدا الشفايف. الان راح نمر مشان نطحن المكونات مع بعض وراح ارجع لكم. راح نقوم بطحن المكونات مع بعض. بحال هاد الشكل باش نقدروا نطحنوا مزيان. بعد ما يصير الخليط على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الصوره في الفيديو، لما يصير ثقيل لانه لازم دوك المكعبات يجيو ثقيله باش كتعطي نضاره. وكيف ما كتعرفوا فوائد راح وقف التريبي سوري. كيف ما كتعرفوا فوائد الباربا او الشمندر كتير 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 مهمه في تفتيح لون البشره، توحيد لون البشره، وكذلك يا بنات بتعالج لنا مشكل اثار الحبوب القديمه على حب الشباب القديمه على البشره. الان راح اخذ هاد قوالب الثلج اللي على هذا الشكل، ممكن تستعملوا اي شكل متوفر عندكم. راح نبدا، بسم الله. راح كيعذبوهم بزاف فاش كتبغيو ديروهم حيت لا تيكستور ديالهم، حيت شكلهم بيكون كتير كتير ثقيل، لهذا كيبقاو يطيحوا لينا في الجوانب. نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نبقاو مع الشكل النهائي لقوالب الثلج ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. بالنسبه لطريقه الاستعمال كيف العاده في اخر الفيديو كيف ما كنقولها لكم دائما، طريقه الاستعمال انك تستعمليهم قبل ما تغسلي وجهك
ب 15 دقيقة قبل ما تغسلي وجهك، وتخليهم في وجهك لمدة ديال 20 دقيقة حتى 15 دقيقة كيف ما قلت. طريقة الاستعمال يا بنات، لازم انهم يبقوا في البشرة قبل تستعمليهم، قبل ما تغسلي وجهك بجل نتوايون تبعك لمدة 15 دقيقة أو 20 دقيقة، تركيهم في البشرة تبعك. ممكن كذلك تستعمليهم للشفايف، وتجنبي الهالات السوداء. واتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتخلوا لي لايك.